مشاهدينا أهلا بكم، نوضح لحضراتكم تفاصيل حالة الطقس اليوم التي تشهد عدة ظواهر جوية مع استمرار لفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ونستعرض أيضا تحذيرات ونصائح الأرصاد مع بيان بدرجات الحرارة. كشفت هيئة الأرصاد الجوية في نشاطها الدورية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام المقبلة بدءا من اليوم 14 من ديسمبر وحتى 2 التاسع عشر من ديسمبر. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس خريفي مائل البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل البرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وأشارت الخبراء إلى أن البلاد ستشهد 3 ظواهر جوية تحدث على أيام متفرقة تبدأ من اليوم. فالظاهرة الجوية الأولى تشمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30%، وأمطار خفيفة أيضا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ويكون هناك أجواء غائمة جزئيا على معظم مناطق البلاد نهارا. وعلى الظاهرة الثانية فستكون يومي الخميس والجمعة، حيث ستشهد البلاد شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين. أما الظاهرة الثالثة فتشمل وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل. وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، فذكرت الأرصاد أن البحر المتوسط سيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وحالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وقد كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ قالت أن الطقس مستمر في استقرار الأحوال الجوية، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين على الأغلب في أغلب الأنحاء. وأشارت إلى أن استمرار الطقس الخريفي المعتدل خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس، ونوهت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليصل الفرق بين درجات الحرارة نهارا وليلا حوالي 10 درجات على القاهرة الكبرى، ويصل في بعض الأماكن الأخرى الفرق 14 درجة مئوية مثل شمال الصعيد. وستكون الأجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة وصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية. ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر غدا على مناطق من المناطق الساحلية وشمال وجه البحرية والسواحل الشمالية، لكنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية مع استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتستمر اليوم الثلاثاء المقبل وهي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام القادمة. ووضحت أن متوسط درجات الحرارة بين 22 و 23 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار وبين 13 و 14 مئوية خلال فترات الليل، وتنخفض درجات الحرارة في مناطق شمال الصعيد إلى 8 درجات و 9 درجات خلال فترات الليل، وأن أغلب مصادر الكتل الهوائية تتراوح بين الكتل الهوائية الجنوبية والكتل الهوائية الشمالية الغربية، فنشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس. ونصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر قبل الخروج من المنزل للتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة، وعدم الانخداع بالدفء خلال فترات النهار وسطوع أشعة الشمس، كون فترات الليل تشهد انخفاضا ملحوظا وكبيرا فور غياب أشعة الشمس ونشعر بالبرودة، والمحافظة على ارتداء الملابس الشتوية في فترات النهار وفترات الليل. وأيضا حذرت قائدي المركبات والمسافرين على الطرق من الشبورة المائية التي ستزيد خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، منوهة إلى أن كثافتها تزيد بشكل كبير خلال فصل الشتاء وتؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، والقيادة بهدوء تام وإتباع كل تعليمات المرور. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 عظمى والصغرى 14 درجة، السواحل الشمالية 24 عظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 عظمى والصغرى 18 درجة، شمال الصعيد 26 عظمى والصغرى 10 درجات، جنوب الصعيد 27 عظمى والصغرى 14 درجة. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.